السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة هنتكلم فيه عن طريقة قياس وفحص الديود، ومجموعة هنتكلم عن النهاردة عن مجموعة من الديودات. معانا هنا مجموعة من الديودات المختلفة، في معانا اللي هو الشكل اللي قدامنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، هنقيسه برضو مع بعض، وفي اللي هو الشكل الأصغر شوية زي ما احنا شايفين كده، وفي اللي هو الدايود اللي هو المضيء اللي احنا شايفينه زي ما احنا شايفينه قدامنا كده، هنشوف ازاي نقيسه مع بعض. وفي اللي هو البريدج دايود، دوت بيبقى 4 دايود مع بعض ببساطة كده، الاتنين اللي في النص دولت اللي هما الدخل بتاع التيار المتردد، والطرف هنا الموجب والطرف السالب، دول الخارجي اللي هو التيار الايه الدي سي اللي هو التيار الايه المستمر. هنقيس كل الدايودات دي مع بعض دلوقتي. اول حاجه هنستخدم في القياس جهاز الديجيتال مالتي ميتر، وانا سبق اتكلمت عن في فيديو شرحت فيه استخدام 10 استخدامات للجهاز الديجيتال مالتي ميتر، وفي ناس بتسميه الافو ميتر. يعني اول حاجه احنا بنعمل في الجهاز دوت مجموعه من القياسات، ده قياس الدايود والبزر، واتكلمنا قبل كده وقلنا ان دي قياسات المقاومه، ودي قياسات التيار اللي هو المستمر، ودي قياسات التيار الايه المتردد. النهارده احنا هنعمل قياس ايه الدايود عن طريق وضع الايه البزر، او زي ما احنا شايفين علامه الايه الدايود زي ما احنا شايفين قدامنا كده. هنشغل الايه المالتي ميتر مع بعض، ومعانا هنا الطرفين، هنا الطرفين اللي بيجوا معانا، نتأكد بس ان هما راكبين مظبوط. هنا الطرف اللي هو الاسمر ده في الكوم هنا السالب والارضي، وهنا الطرف الايه الاحمر ده في الموجب. تمام. في البداية خالص طريقة قياس الديود او وظيفة الديود ان هو بيسمح بمرور التيار في اتجاه واحد. طريقة قياس الديود اللي هو العادي اللي معانا ده، ان هو بنقيسه على بنحط الطرف اللي هو الاسمر والاحمر في وضعية معينة، وبنعكس الوضعية. في اول وضعيه ما بيجيبش قياس، تاني وضعيه بيجيب قياس، تعرف ان احنا كده ايه ان الدايود دوت ايه سليم، ما فيش فيه اي مشكله. طيب لو صفر في الحالتين، لو احنا قسنا الدايود ده وصفر في الحالتين او ادى قياس في الاتجاهين، اعرف ان الدايود ده بايظ او فيه مشكله، لازم نغيره بايه بدايود بنفس الايه بنفس القيمه. برضو نفس الحال بالنسبه للبريدج، هنشوف برضو قياسه مع بعض. اول حاجه ده الطرف الارضي معانا هنا، هنشوف مع بعض ازاي ايه ادي الطرف الارضي بتاع المالتي ميتر، ومعانا هنا ايه الايه الطرف الايه اللي هو الموجب معانا هنا اهو. اول حاجه هنركب الطرف الارضي، هناخد اول قياس مع بعض كده زي ما احنا شايفين. ادى معايا هنا في المالتي ميتر ايه قياس كده. تمام. هنعكس بقى الايه الدايود. تمام. وهنقيس زي ما احنا شايفين كده، ما اداش ايه قياس كده، الدايود دوت سليم ما فيش فيه اي مشكله. طب لو ادى قياس في الحالتين يبقى الدايود ده بايظ ولازم ايه يتغير. يبقى اول حاجه بنركب هنا الدايود زي ما احنا شايفين اهو، ادى ايه ادى قياس، بنعكسه ما بيديش قياس، يبقى كده الدايود ده سليم ما فيش فيه اي مشكله. ده اول دايود معانا. برده نفس الحال بالنسبه للدايود الصغير زي ما احنا شايفين كده، نفس النظام برده، برده نفس الكلام كده. ادي اول قياس بيدي قياس معانا اهو، ادي اول قياس، بعكس الدايود. تمام. ما بيديش قياس، يبقى كده الدايود ده سليم. لو ادى قياس او صفر معايا يبقى كده الدايود ده فيه مشكله. نيجي بعد كده للدايود المضيء. الدايود المضيء دوت هنلاحظ ان دوت اللي هو لمبه الليزر الخاصه بالماوسات، دي لمبه الليزر الخاصه بالماوسات، دي بتشتغل على 5 فولت. طريقه قياسها برضو بركب طرف فيه هنا، طرف في المالتي ميتر هنا وطرف في الناحيه الثانيه زي ما احنا شايفين، ونبدا نعمل ايه قياس. ما اداش ايه ما اداش قرايه معايا، بعكس الدايود زي ما احنا شايفين كده. هنلاحظ هنا ان ايه ان اللمبه الدايت بدات تنور، ودي ايه وبيدي قياس معاه في جهاز الايه المالتي ميتر زي ما احنا شايفين كده. هنبعد بس القياس زي ما احنا شايفين، هنشوف دلوقتي اهو ده بيشتغل على وضع 5 فولت، ادى ايه ادى قياس معاه زي ما احنا شايفين كده، ولاحظ ان هنا اللمبه ايه بتنور ضوء خفيف زي ما احنا شايفين. وممكن عن طريق الدايت دوت اقيس بيه حجر بطاريه السيموس، بدل ما لو انا ما عنديش مثلا جهاز عشان اعرف البطاريه دي، انا كنت اتكلمت عنها قبل كده طريقه قياسها، ان احنا بنعمل وضع المالتي ميتر على الثلاثه فولت، وضع بعمل على التيار اللي هو بستخدم التيار المستمر على وضع ال 20 فولت زي ما احنا شايفين كده، ديت الحجم بتاعها 3 فولت. تمام. عشان اقيسها بقوم جاي وعامل وضع ال 20 فولت
وابدا ايه بالاطراف كده اقيس الحجر زي ما احنا شايفين. لو لقيته مدي 3 يبقى كده مظبوط، لو اقل مثلا مدي 2 او 1 يبقى كده الحجر ده خلصان وعايز اتغير. تمام، ممكن باستخدام الدايد اللي معانا هنا المضيء ده اللي هو بيبقى راكب فيه الليزر بتاع الماوس، ممكن عن طريقه ان انا اختبر ايه الحجر ده. الحجر ده 3 فولت وده بيشتغل من 3 ل 5 فولت بينور. هنقيس كده مع بعض، هنبدأ نقيس زي ما احنا شايفين كده نور معانا اهو، ده الحجر اللي هو 3 فولت بينور معايا كده. ما باجي افصل بيفصل اهو معايا زي ما احنا شايفين كده اهو، لو الكاميرا تجيب اهو كده ايه منور معايا، لما باجي افصل بيفصل زي ما احنا شايفين كده. كده برضو اقدر ان انا اقيس الحجر عن طريق استخدام اللي هو الدايود ده، بس يكون الدايود ده طبعا سليم مفيش فيه اي مشكله. تمام، نيجي بعد كده لطريقه قياس الايه البريدج دايود. البريدج دايود دوت ده فيه طرفين اي سي زي ما احنا شايفين كده، والطرف موجب وطرف سالب اللي هم الخارج بتاعه اللي هو الدي سي اللي هو التيار الايه المستمر. طيب عشان اقيس الدايود اول حاجه بجيب طرفين المالتي ميتر زي ما احنا شايفين، اول قياس معايا بركب ايه ادي الطرفين اهم، ماشي هنرجع كده شويه ادي الطرفين اهم. اول حاجه بركب بقيس الاثنين الاي سي الداخلي اللي مع بعض، ما بيديش معايا ايه اي قرايه، سواء عكست عملت هنا عكس زي ما احنا شايفين كده عكست الطرفين ما بيديش ايه معايا قرايه. ده اول قياس معايا، تمام اتاكد ان الدايود اللي هو البريدج دايود ده سليم. تاني قياس معايا بقيس الطرفين اللي هم الموجب والسالب بتوعه اللي هم بتوع الخارج. تمام، طيب انا دلوقتي ده الموجب بتاع البريدج دايود، ده الموجب بتاع البريدج دايود وده السالب، دول ايه طرفين الموجب والسالب. عشان اقيس هعكس، هقيس هنا عشان يدي معايا قرايه، هقيس احط السالب مع في الطرف الموجب هنا والموجب في الطرف السالب واشوف هيدي قرايه معايا ولا لا. الطبيعي ان هو يدي قرايه في اتجاه واحد. هنقيس كده مع بعض، ادي الطرف السالب هنا مع الموجب وادي الطرف الموجب مع السالب زي ما احنا شايفين كده، ايه ادى قرايه معايا زي ما احنا شايفين. طيب هنيجي نعكس القرايه على طرف الموجب مع الموجب والسالب مع السالب، مش هيدي قرايه، يبقى كده ايه الدايود ده سليم، ايه كده سليم مفيش فيه اي مشكله زي ما احنا شايفين كده ما اداش معايا قرايه. هنيجي بعد كده على اخر قياس معايا، الطرف اي الطرف اللي في النص هنا اللي هو الاي سي مع الطرف الموجب والطرف اللي في النص مع الطرف السالب، وهنشوف هيدي القرايه معايا في اتجاه واحد ولا لا. اهو اول حاجه الطرف اللي هنا الايه اللي هو الموجب هنخليه جوه في الاي سي زي ما احنا شايفين كده، وهنقيس بالطرف الايه الطرف الموجب ادى معايا قرايه. طب لو عكست، لو عكست كده ما اداش قرايه ولا صفاره، يبقى كده ايه الدايود ده سليم. تمام، نيجي بعد كده للطرف الثاني زي ما احنا شايفين كده، هنحط برضو الطرف اللي هو الموجب جوه هنا اهو في الاي سي زي ما احنا شايفين، والطرف ايه اللي هو السالب هنلاحظ ان هو ما اداش ايه ما اداش قرايه. طب لو عكسنا ادى قرايه معايا في اتجاه واحد، يعني هو بيدي قرايه في اتجاه واحد لكن لما اجي اعكس ما يديش قرايه. وبشكل عام البريدج دايود دوت لو في مشكله لما باجي اقيس طرف مثلا طرف رقم 2 مع طرف رقم 1 او طرف رقم 3 مع طرف رقم 1 وصفر معايا، او الموجب صفر مع اي طرف من الاطراف الاي سي او لطرف رقم 2 هنا مع طرف رقم 4 اللي هو السالب ده وصفر معايا، بعرف ان دوت اصلا فيه مشكله، او ان هو يدي قياس في الحالتين. يعني هو الطبيعي زي ما احنا شفنا ان هو يدي قياس في حاله واحده، واما اجي اعكس الكابلات ما يديش قياس، لكن لو ادى قياس في الحالتين اعرف ان الايه ان البريدج دايود دوت فيه مشكله، وبغيره ببريدج دايود ايه نفس الايه نفس الايه نفس القيمه زي ما احنا شايفين كده. ده ابسط حاجه لشرح للبريدج دايود والديودات اللي احنا شفناها دلوقتي مع بعض هنا بالشكل ده. كده اعتبر ايه خلصنا شرح النهارده في نهايه الفيديو. اتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك والاشتراك في القناه، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.